السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الطبق ديالنا هيكون عبارة عن البط محشو بالتفاح بالطريقة الروسية. ندوزو إن شاء الله المقادير. نحتاج إلى بطة يعني من كيلو ونصف إلى 2 كيلو حسب عدد الأشخاص، ونحتاج أيضا إلى التفاح. يفضل أن يكون تفاح حامض حلو، ما يكونش 100% حلو باش يعطيني هذيك النكهة ديال تتماشى نكهة الحامض مع البط. نحتاج أيضا إلى لاموطارد تقريبا من ملعقة إلى ملعقتين، وإلى الملح والإبزار. وندوزو إن شاء الله إلى الطريقة. نبدأ على بركة الله. التفاح ديالنا أنتركوه جانبا، ونمر دابا باش نقوم بتجفيف البطة ديالنا. ناخد ورق المطبخ ونجفو، نقوم بتجفيف البط ديالنا من كل الأماكن باش خاصو يكون ما يكونش فيه الماء. دابا ندوزو باش ندهنو البط ديالنا. ناخدو لاموطارد ملعقة إلى ملعقتين كبيرة على حسب الكمية، كاين اللي تيبغي لاموطارد كتير، على حسب كل واحد والرغبة ديالتو. نضيفو أيضا قليل من الملح، ثم قليل من الإبزار، كمية لا بأس بها. انا نستعمل هنا يدي باش نمزج جميع المكونات. نحاول ما امكن ندهنو البط ديالنا كله من الداخل، ايضا نضع كمية من لاموطارد. هكذا ايضا في الظهر يعني في الكل. ثم من بعد ندخلو البط ديالنا، نخليه في الثلاجة تقريبا لمدة 30 دقيقة. ندوزو دابا باش نقيو التفاح ديالنا. التفاح تيكون مغسول من قبل. هنا التفاح خاصنا نختاره يكون شوية حامض، ما يكونش 100% حلو وما يكونش 100% حامض، يعني يكون شوية حلو حامض باش الحموضية ديالو تتماشى لينا مع البط. فين نعمرو نقسم التفاحة على جوج ونقيها، نزولو الزائد ديال التفاح لكان اي حاجة نزولو منها، والحبوب ديالها نقطعوا تفاح شرائح تكون رفيعة شيئا ما. من بعد ما مرت 30 دقيقة على البط في الثلاجة خرجناه هنا، ونبدأ نملأ البط ديالنا من الداخل بالتفاح، قطع التفاح قطعة قطعة حتى يمتلئ الكل. حاولوا نملؤوا ايضا الجوانب. من بعد ما عمرنا البط ديالنا بشرائح التفاح، نحتاج الكيغدو من 1 حتى 3، نحاولوا نغلقوا به هذا المكان هكذا كاننا نخيطوا هكذا راس، وفي المكان الاخر. في هذا الاثناء انا سخنت الفران من قبل على 200 درجة. من بعد ناخد البلاستيك الحراري باش ندير فيه البط ديالنا، هو جيد بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت او وقتهم ضيق، هو تيساعد على الطهي بسرعة. ناخد البلاستيك الحراري ونضع فيه البط ديالنا، كما في الصورة.
ناخدو اللاطة اللي تدخل الفرن، وناخدو البط ديالنا ونديرو في البلاستيك الحراري هكذا، ثم نمرو التفاح اللي بقى لينا حتى هو نضيفو في الجوانب من البط في البلاستيك حتى هو باش يعطي النكهة، هذاك المرق باش يطيب في المرق ديال البط حتى هو. نبقاو نحطوه جانبا او الفوق، من بعد نغلقو البلاستيك الحراري ديالنا. كما قلت الفران خاصنا ندخلو البطة ديالتنا تقريبا 15 دقيقة على درجة الحرارة 200 درجة، ومن بعد نقص 160 لمدة 20 دقيقة. نبقى مرة نطل نشوف واش جاهزة ام ليس. بعد ندوزو ان شاء الله باش نوجدو باش ندهنو البط ديالنا. عندنا معلقة كبيرة العسل وشوية صوص صويا، نحركوهم باش ندهنو بهم البط ديالنا. من بعد ما ضفنا العسل مع صوص صويا نخلطهم جيدا. العسل انا عندي هنا باقي عاقد شويه، خاصو يمتاز مع الصوص. نحركو جيدا حتى يصبح الخليط متجانس. من بعد ما خرجنا البطه ديالنا من الفرن تكون طايبه، نقطعو بالمقص بواسطه المقص البلاستيك الحراري. فقط كفكره كونوا ملاحظه، كونوا حذرين، هذا البلاستيك الحراري سيكون سخون بزاف، شحال مره الواحد تيتحرق. انا خليته وقتها برد عاد قطعته. ناخذ العسل ديالي اللي درنا مع صوص صويا وندهنوا به البط ديالنا، تفاحنا ولا معسل. نحاولوا ما امكن ندهنوا البطه من كل الجوانب. نزولوا الاعواد الاسنان اللي كنا درنا حتى هما نحيدوهم، وندهنوا البطه ديالتنا كلها، ومن بعد ندخلوها فقط الفرن من الفوق. نشعلو فقط لبضع دقائق، نشعلو عليها الفران باش تحمر لنا ويعطينا داك اللون الذهبي من الفوق. وكما لاحظتوا لهنا لاصوص انا راه ما ضفت لا ما لا والو، ها انتما تتشوفوا كميه من لاصوص المرق اللي طلق البط مع التفاح، تيطلق واحد الصوص. هاد الصوص هو نحتفظوا بيه. وهو الطبق ديالنا من بعد ما حمرنا البط ديالنا، المحشو بالتفاح على الطريقه الروسيه، تيجي بهالطريقه. قدمته هنا مع الصوص، هاد الصوص هي نفسها اللي مرق الدجاج مع التفاح. ندوزو ان شاء الله الى التقديم. التفاح على فكرة تيجي معسل، هنا الطبق باقي سخون، يفضل ان يقدموا الطبق ايضا هو سخون ماشي سيبرد. سيبقى التقديم على حسب كل واحد، كاين اللي تيبغي ياكل الصدر، كاين كل واحد وشنو التقديم. هنا ضفت شويه صوص تيجي بحقيقه هائل، مذاق حلو مع حامض، يعني سلاد كيكيسلي هائل تيجي. ها
هنا قدمت مع سلطة فينيغريت اللي لا تخلو من أي مائدة روسية. أيضا درت سلطة ماراكانسكي، يعني سلطة مغربية بالطماطم العادية، الطماطم والخس والبصل. دمتم في رعاية الله، إلى الملتقى.